السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة وصفة نيت. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم طريقة عمل غراتان سهل واقتصادي بدون بشاميل. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجوا البطاطس مسلوقة ومطحونة في الطحانة اليدوية، غادي نحتاجوا القليل من الكركم أو الخرقوم، شوية ديال زنجبيل سكنجبير، شوية ديال الفلفل الأحمر ولا التحميرة، شوية ديال الإبزار او الفلفل الاسود، شويه ديال الكمون ودرس ديال الثوم وشويه القزبر والبقدونس اللي مفرومين. اذا وكذلك غادي نحتاجو هنايا قطع من الدنجال الباذنجان اللي شديتو درت فيه الملحه وخليته ترقد شويه حتى خرج الماء ديالو، وعاد قليته باش ما يمتصش لينا بزاف الزيت، وحطيته على ورق المطبخ. وغنحتاجو القليل من الجبن المفروم، القليل من الطماطم. هنا شديتها حكيتها بطريقة عادية وطيبتها مع قليل من الملح والإبزار والزيت. وغنحتاجو البيضة. إذا الآن مرة الطريقة. بالنسبة للمقادير كيبقاو على حسب عدد الأشخاص. أنا هنايا غنستعمل غير هاد المول كما كتشوفوا صغير. إذا غادي ناخد هاد البطاطس ندير ليها الثوابل. هنايا عملت شويه الملحه لان ما كنتش درت ليها الملحه بزاف فين بغيت نسلقها. اذا كما كتشوفوا غادي نمعكها هكا ونخلطها مع باقي التوابل. اذا كما كتشوفوا هنا فاش خلطت العناصر كاملين نحطوه جانبا. اذا ناخد شويه من البطاطا نعملو على هذا الشكل كما كتشوفوا. بسم الله ونعملو بهذا الشكل نلوي على الباذنجان ونحطو في المول بهذه الطريقة. نفس الشيء نجيب قطعة أخرى عمقى بنفس الطريقة حتى نكمل المقادير اللي عندي. اذا كتشوفوا هنايا اننا ستفنا الدنجال اللي وسطو البطاطس. بسم الله غادي نصب عليهم لاصوص طوماط او صلصه الطماطم. اذا كما كتشوفوا هنايا فاش درت فوقها صلصه الطماطم، الان ندوز نحرك هاد البيضه ونصبها. بسم الله ندخلوا الفرن باش يطيب لينا هذا البيض اللي صبيته الفوق. اذا هنا كنشوفوا بان الطبقه ديال البيض تماسكات. نزيدوا الان نضيفوا الجبن المفروم، والان ندخلوها الفرن باش يذوب الفرماج. اذا متتابعينا الكرام ها هي نتيجه الكغاطه من بعد ما ذاب الفرماج. قطعت هنايا واحد المورسو كتشوفوا الشكل ديالو. اذا نتمنى تنال وصفه اليوم اعجابكم. ما تنساوش تشاركوا في القناه باش توصلوا بالجديد، وكذلك عمل جميل الفيديو وجيرني صفحتنا على الفيسبوك وزياره موقعنا الالكتروني وصفه.net. الى وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.